لماذا تم وضع الرمال؟ شاهد التفاصيل الكاملة لكي تعرف سبب ذلك. أثار بسط كمية من الرمال بالمدار الطرق الرابطة بين القصر الملكي بالدار البيضاء والمسجد المحمدي بالأحباس القريب من القصر الذي أدى فيه الملك محمد السادس مراسيم عيد الفطر يوم الأربعاء استغرابا في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن بسط هذه الرمال لم يكن من باب صدفة، حيث كان مقررا أن يتوجه الملك محمد السادس عادة إلى المسجد ممتطيا العربة الملكية التي تجرها الخيول، وهي العادة التي دأب عليها الملوك العلويين منذ قرون. وقد تم وضع هذه الرمال حتى لا تتعرض الخيول للانزلاق بسبب طبيعة الطريق الرابطة بين القصر الملكي بالدار البيضاء والمسجد المحمدي. وهذا المشهد يتكرر دائما في كل عيد وفي أي مسجد وفي أي مدينة، إنها من عادات وتقاليد الملوك العلويين. ما رأيكم في هذا؟ نشكركم على حسن المتابعة.